وعلى هامش المؤتمر استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بقصر معاليه اليوم ضيوف مؤتمر دور الأسرة في تعزيز قيم التسامح. وخلال اللقاء أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح أن دولة الإمارات تنتهج سياسة تعزيز قيم التسامح واحترام الآخر والتعايش بين كل مكونات المجتمع دون تمييز بين على أساس العرق أو اللون أو الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة.